أخي بتتذكر في نجيب؟ مين هو؟ من المدرسة؟ لا مو من المدرسة، نحن وصغار كان رفيقي بالحارة. اللي كان بيلعب معك طابة مو هيك؟ إيه مزبوط، سافر على ألمانيا واستقر هنيك. مرحبا. أهلين إلين، تعي حبيبتي، عدي هون. كنت عم أحكي لأخي عن رفيقي نجيب، اتصل فيني من كم يوم وقال لي إنه هو باسطنبول، وقال إجا هو ومرته وحابب يشوفنا. عم فكر أعزمهم بكرة على المزرعة. إيه وليش لا؟ بعدين بتغير جو معهم. شو رأيك إلين؟ تروحي معي؟ مثل ما بدك أنت. أنت تحسنتي شوي ما؟ إيه تحسنت كتير منيح. تفضل ارتاحي هون، سهيل بيك هلأ بينزل. عادي عادي، لا تضايقي حالك. شو اللي جابك من دون موعد؟ في موضوع بدي احكي معك. مثل شو؟ عم اسمعك. معقول نحكي هون؟ ليش في مانع؟ بالنسبة لي لا، بس إذا حدا سمع ممكن تكون بورطة من اللي بدي أقوله. أنا ماني خايف من شي، خدي راحتك بالحكي. مانك خايف إنه يسمعنا مراد أو إيلين يعني؟ إيلين ومراد مانن هون، راحوا على المزرعة. بعدين إذا اللي بدك تحكيه ممكن يخلق أي مشاكل إذا سمعوا مراد أو إيلين، فمو أنا اللي لازم خاف من هذا الشي يا زكية، أنتي. مع هيك بفضل ما نحكي هون. طيب ماشي، نطلع نحكي بالمكتب. كنا شي 10 شباب على الطاولة وأكثر من 5 صبايا، ومشان تكمل عجبتني وحدة من اللي كانوا قاعدين، لدرجة هي لاحظت هالشي، بس بوقتها ما بعرف أحكي ألماني منيح، لهيك تلبكت وما كنت عارفان شو بدي ساوي بنوب لأني خجلان كتير. وفجأة هي قامت وإجت لعندي ومدت لي إيدها، قالت لي مرحبا أنا اسمي منار، ولما حكيت مثلي أنا جمدت بمكاني. وهيك تعرفت على مرتي الحلوة. فيك شي حبيبتي؟ أنا تعبانة شوي، بدكم تعذروني لو سمحتوا. شو هالحكي؟ تفضلي. أنت خليك، شوفير بيوصلني، خليك مرتاح. بعتذر منكم كتير. ولا يهمك. ايه عم بسمعك. سهيل، يا ترى انت مفكرني ما بعرف ليش بدك تتزوجني؟ ما اكون خايف من تهديداتك وحركات الولدن اللي عملتيها بغيابي. لا تتمسخر، انا ماني غبيه، لهيك متاكده انك رح تتزوجني بس كرمال تضمن كره إلين لك. مزبوط، وبهالحاله بكون انا الكرت الرابح يلي موجود. زعلتي يعني؟ وانتي كمان رضيتي تستغليني لاني غني وعندي نفوذ، مو مزبوط؟ بلى، طالما زواجنا مصلحة معناها لازم يكون بينفع الطرفين على الحالتين، وطالما هو صفقة نلعب على المكشوف. وبتعمل اتفاقية رسمية معي أنا كمان، مثل الاتفاقية اللي عملتها مع إيلين. لا. إيه أنا رح أتزوجك، بس مقابل هالزواج رح تعطيني 1,000,000 ليرة بإيدي، النص الأول قبل كتب الكتاب والنص الثاني بعد الكتاب. مروة، انت ما بتسوي كل هالقد. انت هيك مفكر؟ بهيك مبلغ انا فيني اتجوز 4 نسوان وباقل من هيك بكتير كمان، ليش لا اعطيكي اياهم الك؟ لانه كل هدول يلي ممكن تشتريهم ما بيسووا ضفر ولا شعره مني.
ولأنه لوحدة منهم رح تكون حاجز كبير بينك وبين الست إيلين مرت أخوك، ولأنه إيلين ما بتكره حدا بالدنيا قد ما بتكرهني وبتكره أهلي كمان، مزبوط؟ لا تاكل هم أبدا، أنا كمان مثل إيلين رح كون مشروع ناجح. بشو عم تفكر؟ بهديك التفاحة، لأنه كان لازم نيشن تحت التفاحة بعشر سنتي وارتاح منك. شو؟ نقلعي. ما فهمت. ما فهمتي شو يعني نقلعي من هون؟ ها؟ لما بتنقلعي وبتطلعي من هون هلأ بتشتري معجم لتعرفي شو معناتها. نقلعي! شو بفهم من حكيك سهيل؟ يعني نقلعي من وشي يا وطية! ليش شو معصب انت؟ شو ما عملت نفس الشيء مع إيلين؟ لا تجيبي سيرة إيلين، أحسن ما أصل لك لسانك. ليش بقى؟ إيلين أحسن مني، هي اتفقت معك كمان. ولك أنا ما قلت لك لا تجيبي سيرة إيلين على لسانك يا حقيرة. ليش شو عم بحكي أنا؟ هي اتفقت معك وأنت وافقت على هالشيء، هديك الحقيرة إيلين إيلين إيلين. لك بدك تجننيني بهالوساخة هي؟ بدك ياني قتلك وانبلى فيكي يا كلبة؟ لك انت ما بتفهمي بالحكي، كم مرة بدك قلعك ولا بدك ياني قتلك؟ شو بدك؟ قتلك احكي يا وسخة، احكي جاوبيني، شو بدك انت؟ بدك قتلك ولا قتلك ياني احسن لك؟ نقلعي لبرا. اطلعي واستنيني هون. نقلعي. اهدى لو سمحت، لو سمحت انا رح وصلها عبيتها، انت خليك وطوري بالك، اهدى شوي لو سمحت. سيارة. ما رح ادركك تروح لحالك. عم قلك انزلي. لا تصرخ وتعيط، ما رح تروح لحالك. الله يلعن هالشر. مروة خانو، اوعك من وراء عصبيتك تعملي شي غلط تندمي عليه بعدين. مروة شبكي متضايقة؟ لا تخافي امي، اللي عمل فيني هيك رح يدفع الثمن وزيادة.